الاتحاد كل من مختار بن موسى عند الدقيقة 12 من ركلة جزاء، تلاه عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 41 قبل أن يختم أيمن محيوس ثالث الأهداف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. وبهذا الفوز يرتقي الاتحاد إلى الصدارة مؤقتا بمعية شبيبة القبائل ب 12 نقطة، بينما يتجمد رصيد الأمل عند النقطة 9.